نذكر بان دزنا من مجموعه ديال المراحل في هذا المفهوم ديال السياسه الثقافيه. اولا هذه اكثر من 20 عام المملكه المغربيه والحكومات اللي كانوا خلقوا واحد الديناميكيه ثقافيه مع المفهوم ديال الدعم. علاش؟ لان كانت هناك ساحه ثقافيه باش نشجعوا الساحه الثقافيه. انا ذاك هذه كنتكلم على اكثر من 20 عام كان لابد ان يكون هناك دعم. والتجارب في العالم بينات بان كانوا يبداو بالمفهوم ديال الدعم وكندوزو المفهوم ديال الصناعه. فاش كيولي الدعم كتولي لا دوموند، يعني السوق كيولي كيتجاوب مع هاد لي نوفو زونطرون، هاد الفنانات والفنانين، هاد الاعمال الفنيه اللي كتدخل في الساحه الاقتصاديه في جميع المجالات. الكتاب، الدعم للكتاب، كيولي واحد المواطن كيمشي يقلب على داك الكتاب باش يشري. المسرح، كيولي واحد المواطن المغربي كيمشي يقلب على المسرح باش يمشي يتفرج فيه. السينما كذلك. واعتبرنا بان عندنا واحد الوجود محترم في مجموعه ديال المجالات. وباش ندوزوا واحد لو كاب، باش نطلعوا من النتائج ديال هذه الاعمال الفنيه، اعتبرنا بان في واحد المجالات معينه اللي هي الموسيقى، اللي هي السينما، خاص يكون واحد الدعم اقوى. باش علاش؟ لان كاين واحد لا كونكورونس على الصعيد الدولي كما كتعرفوها، خاصه في المجال السينمائي الموسيقي، وهذا وهذا اللي المفهوم ديال الدعم بوحده ما غاديش يخلينا نوصلوا الاهداف ديالنا. هنا كتدخل المفهوم ديال الصناعه. ما هي المفهوم ديال الصناعه؟ هو اشراك الخواص يعني المستثمرين، يكونوا مغاربه او اجانب، ونبينوا لهم بان الثقافه هو نعم هي تاريخ، هي تراث مادي ولا مادي، هي اخلاق، ولكن في نفس الوقت هي اقتصاد. وفي هذا المجال ديال الاقتصاد لابد ان هو يمكن ماشي مربح بحال الصناعات الاخرى، ولكن عنده ولكن اولا ما كنخسرش فيه الفلوس، يعني يمكن نخلقوا واحد النموذج اقتصادي اللي نخليو المستثمرين يرجعوا فلوسهم، ولكن عنده واحد الدور اساسي بالنسبه للصوره ديال المملكه المغربيه ومربح في بعض المجالات.